يعني يجي فريق جمعية أولمبي الشلف الجزائري، يعني بعض الفرق. لكن مجموعة الزمالك فيها ثلاث فرق، اللي هي زمالك، أهلي، مازيمبي، ثلاث فرق ممكن أي حد منهم ياخد البطولة. النجم الساحلي طبعا فرقة مميزة جدا، لكن يعني صعب إن هم ممكن ياخدوا بطولة أفريقيا. والله أعلم، طبعا كل شيء وارد في كرة القدم. معانا تليفون. طيب نروح لهشام محمد، لاعب النادي الأهلي. إزيك يا هشام؟ إزيك يا كابتن؟ إزي حضرتك؟ أخبارك إيه؟ الحمد لله. ولاعب المنتخب الاولمبي كمان. اخبارك ايه؟ تمام الحمد لله يا كابتن. شكلك كده انتوا في العشاء في المعسكر المنتخب الاولمبي، في ترابيزه قاعد على ترابيزه وكوبايات وشبك وسكاكين والقصه دي، صح؟ بالظبط يا كابتن، بالظبط. يعني هشام، انا معايا خبر عليك النهارده، بيقول ان نادي بتروجيت بيطلب استعاره هشام محمد من النادي الاهلي. كابتن، بالظبط. قعدت مع الناس من يومين كده قبل المعسكر، وهم مرحبين يعني ان انا ابقى موجود، وانا مستني فريق كابتن حسام. يعني كابتن حسام كان مسافر، وانا تجددت عادي السنه اللي فاتت 3 سنين تاني في النادي، فانا مستني كابتن حسام اذا كان محتاجني ابقى موجود. طبعا شرف لاي حد اللي هو يبقى موجود في النادي الاهلي، وده بيتي اللي اتربيت فيه. تمام. لو مش هبقى موجود ومش هلعب، طبعا عندي اولمبيات وعندي منتخب الاولمبي، والحمد لله الفتره دي ماشيه كويس معاهم، وبتمنى ان شاء الله ربنا يكرمنا نعمل حاجه، وربنا يكرمني كمان اعمل حاجه لنفسي ان شاء الله. لو في ان شاء الله خير، ان شاء الله ان انا اروح بتروجيت، يعني مفيش مشكله. يعني اتمنى ان ابقى موجود والعب، ان انا محتاج العب الفتره اللي جايه ديت، ولو ما فيش فرصه في النادي ما موجود في بتروجيت. يعني بعد بس الصبح وبس، لسه مش عارف الرد ايه بقى. يعني انت مستني بس كابتن حسام البدري يرجع من كندا وتقعد معاه وتعمل معاه جلسه على اساس تشوف هل هو محتاجك هتكمل في النادي الاهلي، مش محتاجك هتروح اعاره للفريق بتروجيت. نعم بالظبط كابتن، ان شاء الله. طب في عروض غير بتروجيت يا هشام؟ هو كان في كذا حد كلمني والله كابتن من قبل ما اسافر مع المنتخب، بس هم الفتره دي بتروجيت اول لما جات من دوري الطولون وقعدت لهم يكلموني، ويمكن كنت قعدت مع كابتن رمضان السيد. ايوه. وانا شايف الناس مرحبه بيا جدا، وانا زي ما بقول لحضرتك انا باصص بس ان انا اهم حاجه ابقى موجود في الملعب، وزي ما انا موجود كده في المنتخب الاولمبي، وربنا ان شاء الله يكرمنا ان شاء الله. اهم حاجه عندي اللعب عشان ارجع تاني الناديه وابقى في سوى السيء موجود. يعني طيب طمني بقى على معسكر المنتخب الاولمبي يا هشام، وانا عارف دلوقتي اللي انت كابتن الفرقه بعد ما كابتن هاني رمزي استبعد احمد شكري. كابتن احنا شغالين كويس والله، اتجمعنا بقى لنا يومين اهوت وبنشتغل الصبح بعد الظهر، ويعني بنرفع مستوى البدني شويه، والمعسكر دوت اسبوع يعني اغلبيته بدني شويه، ومن الناحيه الفنيه اقل شويه. واحتمال ان شاء الله الاسبوع الجاي نسافر الامارات، لسه مش اكيد، بس بنحاول نعمل ماتشين وديين كده قبل بطوله العرب ان شاء الله. انتوا كام واحد يا هشام دلوقتي في المعسكر؟ احنا 20 لعيب كده. 20 لعيب، لسه كمان في بعض اللاعبين اللي هم فوق السن هينضموا ليكوا. ان شاء الله. هيبقى كل القايمه زي ما قال لي كابتن معتمد جمال 18 لعيب مع منتخب مصر الاولمبي في اولمبياد لندن 2012. بالظبط كده كابتن زي ما حضرتك بتقول. ان شاء الله هشام، بتمنى لك التوفيق ان شاء الله مع المنتخب الاولمبي، ونتمنى لك التوفيق كمان سواء مع النادي الاهلي او مع نادي بتروجيت. هشام محمد من اللعيبه المميزين جدا في خط الوسط. شكرا يا هشام. زي ما عرفنا طبعا بتروجيت بيطلب هشام محمد للاعاره من النادي الاهلي، وطالب كمان بتروجيت استعاره احمد عادل عبد المنعم حارس المرمى. وكنا عارفين قبل كده برضو ان نادي الجونه كان بعد برضو عايز ياخد احمد عادل عبد المنعم اعاره، واحمد عادل عبد المنعم يعني لغايه دلوقتي ما حدش فاتحه في النادي الاهلي ان هو مثلا يروح اعاره او ما يروحش، الراجل موجود. وكان هو دخل معانا مداخله احمد عادل عبد المنعم وقال انا متواجد في النادي الاهلي.